السلام عليكم ورحمة الله. الوصفة ديالتنا اليوم عبارة عن سباكيتي بطريقة سهلة في التحضير ورائعة في المذاق وبدون سلق، وكتجي بحال ديال المطاعم وما كتاخدش الوقت في الطياب، وبلا شك غادي تعجبكم. ندوزو المقادير: 250 غرام ديال سباكيتي، واحد ضامة ديال البنة بقري كتبقى اختيارية تقدروا تستغنوا عليها، جوج أوراق ديال سيدنا موسى، القليل من الزعتر والقليل من اليزير كيعطي واحد البنة تاهمة، معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك، القليل من الإبزار، قليل من سكنجبير، قليل من الخرقوم، والقليل من تحميرة والملح كذلك، معلقة كبيرة ديال قزبر والمعدنوس، وجوج فصوص ديال الثوم، وجوج حبات طماطم مطحونين، وهنا بصلة متوسطة محكوكة. كنتقلوا لطريقة التحضير: في مقلاة ساخنة كنضيفوا الزيت، نضيفوا البصل ديالنا يتشحر حتى يولي مذهب، نضيفوا عليه القليل من الثوم، نشحرهم شوية، ومن بعد نضيفوا باقي المكونات، نضيفوا الطماطم، كنزيدوا العطرية ديالنا، دوك الاعشاب المنسمه كيعطيو واحد الطوق مميز للسباكيتي ديالنا، ضامة البنة. انا كانت عندي، نتوما تقدروا ما تزيدوهاش. كنضيفوا الماء، هاد الكميه ديال الماء اللي غنضيفو دابا هي اللي غطيب فيها السباكيتي ديالنا. كنضيفوا معلقه ديال مطيشه ديال الحك، كنضيفو الربيع وكنخليه شويه باش نزينو به. هنا حطيت سباكيتي، انا كنقسمها، نتوما تقدروا تخليوها طويله، كل واحد والذوق ديالو. في هذه الاثناء كنخليوها طيب على خاطرها تتشرب ديك لاصوص وكتجي واقفه فيها. انا درت جوج جباب كبار ديال الماء حتى كتولي بحال هكا معلكه وكتكون واجده، وهذا هو الشكل النهائي ديال السباكيتي اللي صايبنا. جربوها ما غتندموش، المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف وكتعجب حتى الوليدات الصغار. وهكذا سالينا الحلقه ديال اليوم، الى حلقه اخرى مع المزيد من الوصفات. وكيف العاده ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتابونوا معنا في لاشين باش تشجعونا اكثر، والى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء.